لابد أن نعلم الناس التوحيد. تفهم توحيد الله حشكم يزافو وخبشت النرا توحيد شويري هاري أتحسكم فوش تفهم. لابد أن ندعو الناس إلى أداء الصلوات المفروض الخمس في المساجد. تفهم فرز نماز فرزيت كل مشتخم يعجنوك بجن فوش يتغسن فوش. الواجب علينا تعليم الناس أخذا الناس إلى المساجد، أما أننا نكفر هؤلاء وفقط نسكت على هذا لا، هذا ليس بصحيح. تخمنا مزياج ومجتمع تيقوات ويتغسن هو نخ تشور يا فتش وتكفير يا فتش وراقم تديب شمي فر. فنأخذ الناس إلى المساجد، نسعى بكل ما أعطانا الله من قوة أن ندخلهم إلى المساجد. تطلن هو قروة لأن دعوتنا هي دعوة إصلاحية، نريد نصلح المجتمع لا إفساد المجتمع. ما خفتش من وراد سبفين كوير عراد دي دعوات وراد سبفين كوير نخ خبر زعجان وخفر زعجان وراد سبفين كوير.